بسم الله الرحمن الرحيم دشمن کی ہلاکت کی دعا ربنا طمس على اموالهم ربنا طمس على اموالهم واشدد على قلوبهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ربنا طمس على أموالهم واشدد على قلوبهم على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم اے ہمارے رب برباد کر دے ان کے مالکوں کو اور سخت کر دے ان کے دلوں کو تاکہ وہ نہ ایمان لے آئیں جب تک نہ دیکھ لیں دردناک عذاب کو